صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 14 لسنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات، وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: يعاد تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات وذلك على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات بدرجة وكيل وزارة، ويتبعه أولا إدارة الموارد البشرية والمالية، ثانيا إدارة تحليل المخاطر، ثالثا إدارة الاتصال، رابعا إدارة المعلومات الضريبية، خامسا إدارة التخطيط ومتابعة الأداء، سادسا نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة السياسات الضريبية، إدارة العلاقات الضريبية الخارجية، إدارة الشؤون القانونية، سابعا نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية والامتثال بدرجة وكيل مساعد، وتتبعه إدارة العمليات الضريبية، إدارة حسابات وعلاقات العملاء، إدارة التدقيق الضريبي. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الجهاز الوطني للإيرادات.